أجب عن السؤال التالي. بيقول عربة أطفال تميل بيدها على الأرض أو تميل يدها على الأرض بزاوية 60 وتؤثر على يد العربة قوة 30 نيوتن. احسب الشغل المبذول لتحريك العربة مسافة قدرها 40 متر. زي ما احنا عارفين طبعا القاعدة اللي بتقول ان الشغل بيساوي مين؟ بيساوي اف دي كوساين سيتا، يعني هيساوي هنا مين؟ ادي الاف عندنا بكام؟ ب30 نيوتن، مضروبة في الدي بكام؟ 40 متر، مضروبة في كوساين 60، طبعا بالآلة الحاسبة تطلع ب 600 جول، والجول هو وحدة قياس مين؟ وحدة قياس الشغل زي ما احنا عارفين. خلص الدرس النهاردة، لو عندك أي سؤال لا تتردد لحظة إن أنت تراسلنا مع نفهم نتعلم ببساطة، وإلى اللقاء.